من روسيا، تفضل أخونا من روسيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير حاج وائل. الله يبارك فيكم، مساء أنوار. معك أخوك عبد الحكيم من روسنا. حياكم الله أستاذ عبد الحكيم، شرفتنا، تفضل. أخي العزيز، اتصلت فيك قبل يومين أعتقد، ولكن لم يحصل لي مناسبة أن أعيد الاتصال ثاني يوم أرض المعلومة. تفضل، الآن أنت عندك وقت. نعم، أريد أن أتكلم في أمر جدا مهم ولعله الأهم في حياتي الشخصية، وأتمنى أن يكون ما سأقوله رسالة حق أمام الله سبحانه وتعالى وأمام إخوتي من أهل التسني من جميع المذاهب والطوائف وإلى آخره. أنا شخص أنهيت دراستي التعليمية في المعهد العلم الإسلامي القرآن والفقه والتوحيد والشريعة، هذه المواد أخذتها إضافية على المواد التعليمية التي كنت أتعلمها في معهد وهابي. كان كل المدرسين والمعلمين لدينا من الفئة الوهابية والطائفة الوهابية والسلفية. أذكر أيام الدراسة كانوا يمنعوننا حتى أن نقول مثلا أو أن نعتقد. ممكن فقط أعرف البلد من أي بلد حتى؟ والله صعب. وأين كنت أدرس؟ أصلك من أي بلد؟ أنا أصلي من فلسطين، من عائلة المنور. خلص كمل، لا تعطي معلومات خاصة، كمل بس أردت حتى أكتب، تفضل أخونا. نعم، فكنا نمنع حتى من فكرة الأحاديث التي تذكر في أحاديث صحيحة حتى كنا نقرأها من المسلم والبخاري، كانوا حتى يعلمون الوهابية السلفية على مذهب ابن تيمية بأنها مغلوطة وغير صحيحة لأن مثلها غير مقنع. تخيل، يعني الحديث صحيح، الرواة معتمدين، والحديث حاصل على درجة الحسن، ولكن المتن لا يتوافق مع فكر ابن تيمية، لذلك منعنا من العلمي أن نأخذ بالحديث. تخيل إلى أي حد. انتهينا من المعاهد العلمية الدراسية وانتقلنا إلى التعليم في المساجد، وكنت أحد المعلمين في المساجد، كنت إمام مسجد ومعلم في نفس الوقت وأنا في 30 من عمري. ولكن في الحقيقة، والله شاهد على ما أقول ورسوله أعلم، كان دائما الشك يتسلل إلى قلبي، وليس قلبي فقط بل إلى كثير من أولئك الذين نتحمل معهم هذا المجال الديني. لماذا؟ لأننا لا نتوافق مع الموجود لدينا. أرجو أن تفهم ما أقول، نحن نتعارض مع الأشياء الصحيحة والسليمة، يعني أشياء واضحة كالشمس، لكننا نحاول أن نغطيها بأمور أو أن نتغافل عنها أو أن نتجنبها أو أن نذهب إلى أشياء أخرى تتوافق مع الأشياء التي نريد. لي ابن عمي رحمة الله عليه أصبح شيعيا، خالفته وجابهته وقطعته حتى توفى رحمة الله عليه، إلى أن جاء الزمان أن أنزل بالكبرياء والغرور والعناد إلى البساطة والهدوء والتعامل مع الأمور بشفافية وحقائق، وأتعامل مع الحقائق بصدق دون انتواءات، لا أن أكون نصف مؤمن ونصف كافر، لا أن أخذ ببعض الأمور وأن أتغافل عن بعض الأمور. أصدقك القول، وصلت إلى مرحلة أن أتخلى عن هذا الدين بتاتا، وأن كنت أردت الانتقال إلى ديانات أخرى لما وجدته من التناقض وللعثرات النفسية والعقلية والمنهجية
في حياتي. تخيل أنا لدي 8 من الأولاد، كلهم قد لقمتهم المذهب الوهابي تلقين، تخيل. والآن بعد هذا العمر وصلت إلى مرحلة بأنني بحاجة أن أتبرأ مما فعلت. الله أكبر. ما رأيك فيها؟ الله أكبر. تخيل. فأمور يعني، في أخ على التلفزيون يوميا له محاضرات ولا أدري كم مناقشات ودردشات باسم أشرف غريب. نعم. أراقبه بدقة، هو وليد إسماعيل بدقة أراقبهم. هؤلاء أشخاص لا أدري كيف سيلقون الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. حتى أنني في الأسبوع الماضي تعمدت الاتصال في أشرف غريب وأن أتكلم معه كشيعي، تخيل. يعني أنا انتحلت صفة الشيعي. يعني أنا بس لحظة، أنت الآن أنت الآن، لأن أنا كتبت الآن تروي قصة تشيعك والتي تشيع الآن حتى ما أتوهم. أنا أريد أن أتشيع هذه الليلة، هذه الليلة ليلة تشيع. اللهم صل على والله أخواني، كنت أعتقد أنه شيعي. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أكمل أخونا، أكمل. نعم، تكلمت مع المزعوم أشرف غريب. نعم، كل ما يقوله هو غريب عن الدين، كل ما يقوله هو غريب عن رسول الله وعن الله سبحانه وتعالى. كل ما يقوله إنها افتراءات. أقسم بمن رفع السماوات وبسط الأرض وجعل الجن والملائكة، كل ما يقولونه افتراءات، لعب، لف ودوران. تكلمت معه بصفتي شيعي، بإمكانك أن ترجع إلى الأيام الماضية وأن ترى بنفسك. حاولت أن أنتزع منه الدليل انتزاعا كلي، ولكنه في كل مرة يفر كما يفر الفأر من الأسد. الله أكبر. لا يستطيع حتى أن يكمل المكالمة، يقفل الخط، يهرب. ادعاءاتهم ضد السنة ذاتهم، ليست ضد الشيعة. ما يزعلني، أخرج عن طوري وأعتقد اعتقادا تاما بأن ترك الصواب هو أنهم حتى ضد السنة ذاتهم. أنا تكلمت معكم قبل فترة ومع الأستاذ السيد ميثم الموسوي منذ فترة لم تمتد مدة شهرين على ما أعتقد، وتناقشت معه ومع حضرتكم في بعض الأمور. لم يقتصر هذا، لم أقتصر على هذه الاتصالات، بل أن البحث كان دقيق جدا، أدق وأكثر مما تقولون حتى على قناتكم، ما احترامي لكم. لأن الاعتقاد بهذا المذهب والتوجه إليه يحتاج إلى الجهد الكثير. هو ليس عبارة عن اختيار لهوى خاص كما يقولون، أنت تؤدي المتعة، أنت تريد استغفر الله العظيم، السهولة في الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنه مصير الأبدي أيها الإنسان، إنه ما سأقابل عليه الله سبحانه وتعالى ورسوله، وما سيسألونني إياه الملائكة في موتي. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولا بد أن يقال لي من إمامك. الدليل على ذلك، أرجو من حضرتك ساعة الصبر. لماذا لم يجمع رسولنا الأكرم القرآن الكريم؟ سؤال مهم جدا، لأنه قرآن، ولأن الرسول يريد أن يقول لكل شخص يتبع إلى هذا الدين أن السر ليس المكتوب على هذه القصاصات، بل السر في ذلك الحيث الذي سيكون من بعده. بكل بساطة، هذه الأمور كانت تراودني، كانت تأتيني كما يقول بعض العلماء هذه اللطائف من الله سبحانه وتعالى. ألا أن لله في أيام دهركم نفحات، ألا تتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. وأنا كنت معرض كلها، ولكن ربما مع العمر والخوف
واقتراب الأجل قد اختلفت نظرتي إلى الأمور، وبدأت أن أترجل عن ذلك الفرس الهائج المتجه إلى جهنم دون تفكير ودون توكل على الله ودون خوف منه. يا الله، هذه هي الحقائق. أنتم تقولون من الكلمات ما هو أغلى من الألماس والجواهر والدرر والياقوت. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المنبر هو منبر لامد منير من لوم الدين. يا الله، وأن ينصرك وينصر من هم معك. يا الله، وأن تكونون من مجاورين الإمام عليه السلام وأهل بيته الأطهار. اللهم وأن يجمع في هذه الدنيا وفي الآخرة. سؤال أسأله إلى السنة: في أي عمر انتقل إلى الرحمن سيدنا وإمام الحسين؟ ما هي الفترة الزمنية بين انتقاله إلى الله وبين انتقال رسول صلى الله عليه وسلم؟ 40، 45، 50، 60؟ هل هذه الفترة الزمنية كانت كفيلة بأن يرتفع رأس ابن رسول الله على غماء؟ ما بالكم كيف تعقلون؟ أنا هذا السؤال أطرحه، أنا أريد أن أطرح هذا السؤال. ما هي كمية التحريف وكمية الانحراف الذي كان موجود في ذلك الزمان حتى أن الإسلام لم يصدر أكثر من 40 عاما حتى يرتفع رأس إلى رسول الله على الغماء؟ مع الشهادات والتقارير والأحاديث السليمة الصحيحة وشهادة الموصوفين بأنه سيد شباب أهل الجنة وإمام قام أو قعد، فكل من هاجم وكافح في قتله هو في النار. يعني أمر بسيط: يا أمة الإسلام، يا أمة العقول، يا أهل الضمير، يا أهل الفهم، يا أهل الوجدان. أنا أقولها والله على ما أقول شديد، وأريدكم أن تعلموا أنه ليس من الأمر البسيط أن يغير الإنسان مذهبه. نعم، أنتم ترون الأمور بعين علي، لذلك تعتقدون بأنه من الأمر السهل. أمضيت من العمر 50 عاما وأنا أحاول أن أنتقل من هذا المذهب إلى مذهب آخر، ولكنه ليس بالأمر. إنها السلاسل، إنها الأمور المحيطة، إنه المجتمع، إنهم الأهل، إنهم الأولاد، إنها الزوجة، إنه العمل، إنه المستقبل، إنه الماضي. ليست بالشيء البسيط أن أنتقل بهذه السهولة من مكان إلى مكان آخر، وما ذلك يتدمر مذهبي ومعتقدي وفهمي. لسيد ميثم يلاقنك الشهادات الثلاث، تفضل سيدنا الحبيب. طيب، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. حبيبنا العزيز، قل معي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأشهد أن عليًا وفاطمة وأبناؤهم المعصومين بالحق حجج الله. وأشهد أن عليا وفاطم وأبناؤهم المعصومين حجج الله. والي أولياءهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. أحسنت. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ها هو صوت فلسطيني حر، وكان يا أم الناس وإمام مسجد، وهو الآن يركب سفينة النجاة ببركة محمد وآل محمد. هنيئا لك، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل من هذه الكلمات لنا يوم الورود. أسأل الله أن يرحم أمواتك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في عمرك. أنت قلت 50 عاما من النظر ومن البحث، الآن حانت اللحظة، ويا لها من لحظة. لأن أنا دائما أقول: نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن العاقبة. والله يا أخي الكريم عبد الحكيم، أنه الإنسان مع عاقبته مهما فعل
ولكن إذا ختم الله تبارك وتعالى له بالعاقبة الطيبة فإنه سعيد مع السعداء، جعلك الله تبارك وتعالى مع محمد وآل محمد في مستقر رحمته، وأفرحتنا أفرح الله قلبك، وجزاكم الله خير الجزاء، رحمة الله على والديك. بارك الله فيك حاج وعد. نعم. أنا الآن أيضا في المكان الذي أنا أقطنه أعلم حوالي 30 إلى 35 شخصين. يا الله. نعم هم مسلمون ولكن لا يتكلمون اللغة العربية بل يتقنون لغة القرآن وبعض الأدعية والكلمات العربية، ولكن أكثر تكلمهم اللغة الأجنبية. يعني في أمل أن ذول الثلاثين الأربعين شخص في أمل أنه يقتحمون العقبة؟ قل لي بس بشرني. أريد أن أقابل الله بهم. يا الله يا الله أكبر يا أخواني سبحان الله. شوفوا هدف الأخ يريد أن يقابل، يتكلمون لغة أخرى أجنبية، ويريد أن يقابل الله تبارك وتعالى بأخذ هؤلاء إلى حيث الدوحة النبوية إلى حيث العترة. بارك الله بك وأسأل الله يوم من الأيام إن شاء الله تفرحني ما تنساني، تأتي إلى القناة وتعلنها. أنساكم بأمر الله. الله سأبقى معكم على التلفزيون. الله يحفظك. وكلما اقتحم العقبة أحدهم سأقبلك في أمر الله إن شاء الله. وراسلني حتى أعطيك تليفون سيد ميثم حتى نتواصل حول قضية الصلاة والعبادات إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذه المرحلة الطيبة النورانية إن شاء الله من حياتك. بارك الله بك ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حياكم الله. هذه بضاعتنا يا زهراء، هذا هو منبرنا، هذه هي كلماتنا، دخلت إلى القلوب والقلوب استنارت بنور محمد وآل محمد. اللهم اجعلها لنا ولمن ساهم في دعمنا ولمن ساهم بنشر هذه القناة الطيبة، اللهم اجعلها لنا ولهم يوم الورود. سيدتي يا فاطمة هذه بضاعتنا يا زهراء. إخواني حتى يتبين لكم